السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاعتبروا يا أولي الأبصار. سيد الله يدين شيئا عشر قربت وحكو سابسين جهي أزمة الصومال أسبابها بدؤها مراحلها نهايتها الآن وحلها لبعتها الصومالي لقود علي أسبابتي كانتي يا انتي هاري مرتي يا ما انت ماشي اي جوكتو يا وحي حلوه موضوع وفكري اركتوي سواء هدو نغلو اذن عجب قري الله بالك يد الله هدو اذن عجب قري ويا اني قال للي شالت وحن جعل يهدي الا الى ان اليكسدو اياتك يا حديثته وحن يدي شيء قايو كما قالت اركتي الامريكي اتحاد السوفيتي ولا نورث امريكا كما قالت اركتي اركتي وحن كقاتا لبدا مقفي وانا علي رسولك سبحانه وتعالى مركا فارجو الانتباه وحن رجينا يا انا البلال سنتين انت كذب وحن كمسؤول عن وحي اني انكو هذا الله اما اخري على هرتي هالنقط اما دونك يا امة هرتي على هالنقط وحن اريب المسؤول كه افكي نيه ويدو كل هذا الله وحن قدرتان يا ترجمات سمايسان يا لك يحق له عشان اذنك كمسؤوله قال الله تبارك وتعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. هذه يقف دردار مايو وكي دردارا كالدقي سنة يقول دردارا كقلو عيو كاوح قلو عيبا دم بقلو مرلبات فأرجو الانتباه لباتلا كل على الأمة الصومالي يدي لغا ما شاكين كرو سببتنا وحاو وحلو يا حسام ملا وذبته إذنك لباتوا وحي هكا إذن كان أيو ومدي صومالي بني آدم ككمدة عيدنا بحد ورسي إيا دقا إيا دولي بلايو مركا يدي كشاكين ما يوحن تلمامي الدوان إن شاء الله أردت إذا ما حاس بابي أدبي أسباب توب لنكرت أرماها كان أزملة أزملة هو لباتها لباتها إذا كان يكون عضي دات كان والله والله مورورين كارو الدنيا لا أين كنا والله وحاول فلبر الأمن والمعيش معنى هذه وحاوية النبات قليلة هي نرش نرش وحي أفكار لله عوه بعد يدي يدا هي النبات قليلة أدنفت هذه أهل كاقية أمد هذا ما هو هيساتي الدنيا لين كنا الله إلا بلا سأل الله في الأبارة وحلموت المامي كرامك سيدالك نجوكتان وكالي ماشي إلا بلا إكجرتو وأنا بتقول يا اللي كجيت واحد يبعت أكجيرين نرول ما يتعال جنة الدنيا إن كانت في الدنيا جنة أدون جنة مالي لكن أدلة المام الجنة أدونك الأمن والمعيش وأنا بتقول يا دي نروش لبدا هدي لوايو بني آدم ك نبض نوايا نرول نوايا مالك عن نفتا كجر تالو قيم من ملأ ومالك اللي يالا فبطن الأرض
خير من ظهرها لبدا مركي لواي إلا صعصعه وحكا خير انت الله يسكن انتو دول كوستي سلقه وحاينا تسينا يا إنا إلا فنبضتها الأمن والمعيشة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنا خليل الرحمن بوح سمينا يا مدقع لقايين مقالة مكة المكرمة حل قانا أحي سحر لنا دقانا وقلب سنة وأبارة بو بالله ما يبلد نمذيلا رب الله أبو النبي إبراهيم ويديين وحونا رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرة إله مقالة عن بالله بايو بلد النبت قال يا كليك وانا مال أبارة أو قللنا ذاتك البلد كان دقنا عمت السيد ميراتك كان تبا رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرة ملك النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كريتو ألا ويديين سوى الله بضاء الله فلبرا أدوك يكون الله مركي ربي إنك سبحانه عز وجل وإنه قدنا يسان أذب رهانه لماذا سأحب إنه قدين فقال عز من قائل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع لماذا يوي بغير يباهي بان يكون جرى بينا الا وعذاب الدنيا الله بلاص مركين نري امنك نبت قليده هي معيشته با جنه الدنيا عذاب الدنيا لبدي الا وايو وحارب يري ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع خير ما كغورتي كبرين لبدا انا لوعد بيي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مركات المانتا أرقتي وحد مدى إنك صغير قرية شاكتي آيادو إلا تلماما يا صوماليا المدى صوماليا وعيا هاي مال في عن ونبت قليلا لأنبو حمين مربي أدونك ولنبا صومالي نبت قليلا كقالت دوني ذاتك كشاكي هذا الكوكا يبسل أو حي أهلين الدنيا لما أنت حقيقة يقول نبت قليلا روح وحي صومالي صومرتي سنة أي قادتي إيلا لما روك وإنما دي كجيرتي مركب بقالا نبت قبت هذا يا هاي رمت الله إركا يوغي من جهتي لولك الواوغي من جهتي بدنا واكي من جهتي برقنا واكي من جهتي إيقونا هنتبه براهايانا أنا هاي دوتا كسو بجيال ماشي مال سلا سيئاهاي نعموني كاسا لغم بحد مقلوة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون خير ما كمرك يا هاك سمي وأي توسينا أو ربي وأبال شيخنا يا سبحانه وهو ربي خير ما كان لكيه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وعلى كيس آياتك إليك ومك هذا كيس الدنيا لو حاو جنة أنبت قليل يا نوش وحانا وعذاب باهر يا بغرد قصصك وحيشي قيان مركي ربك النفط أومي امتحان بها رب النفط كقاذي واتنفط للدليله إن النفس لأمارة بالسوء حمام بيفرطا لكن رب النفط أومي والله هذا ليس سبحانه وتعالى وحو يري من أنت ومن أنا
معناهدي waxaa weeye nafyaay maxaa tahay adiga anigana maxaana waxay tidhi ana ana waanta anta anigana waa aniga adigana waa adiga ida darra ka weyn xaggee ku aragteen bad gaajo alla ma khuursiiyey daqiiqay adkaysan weyday waa jugugucday waa la soo saaray su-aashii nafteedaa la weydiiyey bacda daqiiqa من أنت ومن أنا ما هاته هاي أديقة أنا ما هانها وحيتني أنت ربي اللي أم إلى هاباتها هاي أديقة وأنا أمتك أنا أدون حنوض الله رحانا كاجد ألوك إدبي لكن كاسوي قاتين بليسك أخيار باجوبته شاكر شاكي جيتين وحاوة يقف كددك أروك بالبضل أفر يلا ما تنسى عبا كفرا meel qol intii la geeyo madow inaan baad iyo biyo midna lagu dayin muddadaas hadday dhammaato kandad ugu madax adag isagaa shumaayo wixii la yidhaahduuna odhanaa marka bashar waxa lagu edbiyo oo baahi ka daran mar garaaca iyo xanuujinta iyo cadaadinta iyo abaar buu qofku adkaysan karaa laakiin wuxuusan marna u adkaysan karin baahida wey haddaba baahidaas iyada ah masiibadii inagu dhacday waxaa lagugu ururin karaa baqdin iyo baahibay waa la baahday waana la baqo guryihiiba la amiri waayey markaa in la carro jaantaa rogan masiibadii baa sababtay waxaa ficnay markaa in laysweydiiyo maas baab u ahaa dhibaatada nagu dhacday maxaa keenay ilaa alle subxaanahu watacaala addoommadiisa ma maaga alle إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إلى هذا أمتي سحب يلاته وحد ظلمي يقدرها أمجيش لكن مركز يبو ظلمي يقدرها قرار إنه الله حسابته إدبي وعلى على مركا ربي إنا ما دلمن أسبابتك أنت إما تدي لعلي وبلنتها لكن سد حد أقول أريه مدك ولا مسألة القضاء والقدر وحي وح جانب أن الرب قدري أهرا قرنا بيه وعربي سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير نفت أنت لا أؤمن بمصيبة أوني بل كان مصيبة وكاد أوينتها أظن أذيك اللي أؤمن بأيال الله أؤمن حبنا وحيه سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وعلى أرك كله أنك الله أمي جانجو ينسكوه نيو قلت جانجو يد أياه الرئيسي وعلى ربي سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار وعلى أرك إذنك ألا أكتواك جانجو أياه مركب مسألة أصدقه يقدرك من أركان الإيمان si basharka uusan shoog u qaadin ayaa arkaantii iimaanka lagu daray inaad ogaato waxa ku maraya kula gudboonaanaya shar iyo khayr miduu yahay labadaba waxaa la qadaray inuu yahay haddaba waxaas alla qadaray waxaa ka mid ah oo rabbi qur-aankiisa uu ku sheegay wa in min qaryatin ilaa naxnu muhlikuuha qabla yowmi alqiyaama أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا دريد الدقمة كتال مجرتو حتى الدقمة دريد كتال جرتنا إله وانبربرنا يا بويري أما عقاب درن بانكو سمين يا سيدة النوكرة دقمون إلا بربريو لبابيه باجرة إنك والا إلا إدبيه ماه لإن ما بربرين وإن من قرية ما من قرية دقنا ما جرتم إلا هدي أي جرت ربي يري نحن مهلكوها
دقمدي وبربرين إلى أنك رب العزة والجلال بعد دقمدي بربرين إلى حتى أن بربرين أو معذبوها عذابا شديدا بغلنتي بغلنتي بانكو عذابينا سداس إنا إن قونا إسانا كان ذلك في الكتاب مسطورا أرنك الله المعبود كبيا له حتى بس أسي وحي مقدري فأتا إسان دواتو وحل لكي مصيبة لا قدرني بعتان كذي لسوء قارنا أسبابها أيكو إما ليس وحاكمنا سيدي ربي كان شاكي ذاتك الدك ملا الدكين لبقى يبودوا ذاتوا ذات مسؤولين وذاتك ماشا ملاح لك أهو ذاتنا وذات وين مصيبة مسوء جيدو قف ذات وينها قالي نحاجر ملاح لأيك بنيسا أو حسود الدجية قوات الملاحظ واحد بالله أو ضد على ذلك يا الوحدة غيره قوات يقفك يا قدر هذا قشو مع مصيبة يقدرني سود الدكتة آيات كلا ربي كل سبحانه معناها أن تفسير وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول وإن من قرية دول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا حتى ربي دون نبوي خرانوغا إلي قدرني دمينا نفقنه وذلك ما لحظوه ووحي أما مامل كهية إيه كراس تقوفة دي الرجيم أما الدولة أما مامل لو يقال إيه وحي مالقبينه وحي أقوية فانوه قيادة تقليدية وشعب كما مسؤوليه قرى الله سأل ربي وحفر إني دمده ذي ذات كوضة ونبي عدالتكم مامره وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها تبكي وناك إني فليان لقربي ما أردى لما بكع يوحن دين تأقلي تقمدي بي فسقي إذا دركوا سميان ففسقوا فيها تبدأ المحادعة فحق عليها القول وإن من قرية تنتي قرني ما سقناته كقبل فدمرناها تدميرا كل كسان المقالة دي باب إنو كل كسبب ككوبات وحوة القضاء والقدر أي أيهاي سبب كاللغاية المصيبة كينينا وقفك أنه أين قلي أصحابتي رسولك دقال قشي دقال كأحد بوها نبي قاعدة مدي بكرة أقاسمة أوامر يترنا واسية نبي قيبا لخلافي إذا كيبا جبي وحيا صحابته قادة ويدي يقيدتك وقفعنا يا صحابتي رسولك أول ما رسولك يقول أجلهم سنة أجبة بي قادة ويدي ورتي قادة ويدي وعلى تسجبك يقو إليك رب صديق فقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وإذن في بدل وقعتكم إذن كبه ليستين أحدنا وإذن كاكو جابي جابك أحد ملك على ركتان وحاطر الإنسان جابي كرنا أصحابتي رسول كرنا أنك مسلمين رسولك بأن نجد وحالتك إنما إنك قالوي سانو جمنا يواصله أولا ما أصابتكم مصيبة بلك وقت إذن كل عدي قد أصبتم مثليها طلب الله كأن أدبذر كوها شيء بذر سدح بقل يسدح يتبن بارك الرسول كوها قال الله إلا تقال لنا كن بيا هاي وحل ملكي لقود تقال لنا يينا مسلمين تأمركي تقال كأو بلابنا يي كن بيا هاي سدح بقل باكر نقطي تضب بقل أي أصوهرتي قال ذونا صدحكم بياهي قل كمركي صدح بقل إيا صدح إيا طبعا أهايات كم بيعونين ويتضباتنا كدلين تضباتنا كقفاشين قد أصبتم مثليها قل كان يتضبط بقل كدك على القرآن إيا بيبا تضباتنا كدلي لو عبدنا واقاري قل كي مصيبة إذن كد علي إذن كطلب الله كد قال لك أرسيي قلتم أن هذا وعاتل هذا وحن نغدعي سابين نغدعين نبي قوحا الله فرئين ويلا قل هو من عند أنفسك
dhibka adinku idinka yimidow jabka waxa soo jiida waa dembiga iyo gafka la galay. Aayad kale oo rabbi uu macnaha noogu caddaynayo waxaa rabbi leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kasiir. Waxa alla wixii dhaba idinku dhaca waa wax naftiinnu kasbatay oo gafaad gasheen sababteed baa waxaa idinku dhacay balaa idiin keenay welibana in badan baa laydiin fuutiyo wayacfu can kasiir, in badan baa laydiin cafiyey. Wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kasiir. Waxaa rabbi aayad kale ku yidhi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat aydi annaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun. Dunida oo dhan fasaad iyo qasiya labiyo waxaan la arki jirin baa ka dhacay badda gudaheeda hadday tahay iyo bariga hadday tahayba. Dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri waxaa keenayna waa bimaa kasabat aydi annaas, dadka naftooda ama gacmahooda waxyaalaha gafkay kasbanayaan baa fasaadkan keenay. Marka fasaadkaas ay la yimaadeen iyaga gafkoodiina uu sabab ahaa, ulajeeduu leeyahay, ulajeedada waxa weeye liyudiiqahum bacda aladii camiluu laa kulla aladii camiluu, waxay sameeyeen jazihiisii oo kaamila adduunba mayaalkaas aakhiro markii la taguu noqonaya. Kolka waxyaalaha taadiibka adduunka yimaada waa wixii la sameeyey qaar ka mida. Ulajeedada taa kasii dambaysana lacallahum yarjicuun, dadku gafkay sameeyeen inay ka noqdaan ay alle u noqdaan. Dhibkaa nagu dhacay muddadiisuna ay dheeraatay baahay oo dadka wada gaaray tawbad wax ku wada hadlaya weli maayno arag. Liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun, rabbina wuxuu leeyahay watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun. Idan weli garasho xataa male toqani qufacday meel laga gaarayse ma ogin, xataa ma aynu ogin waxaa nagu dhacay asbaabtiisa. Taasna waa sababkii labaado dembi aanu galay sababteed baa arrinta keentay. Sababka saddexaad waxa weeye mar hore iyo mar dambe iyo maantaba waxaa dalka ku jirtay walaaqaysay gacan cadaawaa walaaqaysay gaalaa walaaqaysay. Dadkaa Soomaali waxay ahaayeen dad muslima, markaa laba gaaladu necab tahay waa Soomaalida ku kulantay. Midi waa diinta, gaala diin waa necab tahay, oo diin Islaam aad bay u necab tahay, mana raalli geliso. Oo rabbi wuxuu yidhi walan tardaa canka alyahuudu walan nasaaraa xataa tattabica millatahum. Yahuud iyo nasaar waa gaalada dunida ku dhaqan, raalli idinka noqon maayaan ilaa diintooda raacdaan. Markaa labadan nagu kulantay, gaaladuna ay nacab tahay, mid waa diinta midna waa midabka. Gaaladii markii la weydiiyey la yidhi maxaad ku nacdeen midabkan madowga iyo diinta Islaamka, waxay yidhaahdeen labadaba waana liqayaan, waana liqayaan, macnihii waa sidee, haddii la isku daro qof cad iyo qof madow ilmihii waa madoobaanaya, midka ugu roonba shaah caddaysa noqonaya. Marka arag caddaankii sida loogu korbuubay, ama ninku ha madoobaado ama naagtu ha madoobaato, waxa weeye da'da koowaad xoogaa shaah caddaysa nusnus buu noqonaya, wixii ka dambeeyana madow baa laysugu dhacaya. Waxay gaaladu dareemeen midabkan midab cunayo u daradhiu yahay oo baabi'inayo diinta Islaamka. Maxaa ku nacdeen? Waxaan ku nacnay looma adkaysan karo, oo haddaanu muslim iska ag dhowaanno annagaa Islaamka gelayna, oo waxaa deer haysta wey. Markaa labadaasay aad u necab yihiin. Soomaali labadii baa ku kulantay. Markaa dunida guudkeeda wax fuula oo Soomaali ay gaalo ka necab tahay mar, Soomaali bay u necab tahay. Labaday necab tahay baana ku kulmay iyadoo Islaama boqolkiiba boqol iyo iyada oo madow. Marka aad baa loo necab yahay kolkaa mar horiyo mar dambaba, ama gaalada inala deriska ama kuwa inaga durugsan, kuwaana walaaq iyo qas iyo labay ku hayeen. Waxaan isleeyahay
أسبابها سوجي ذي واحد عي سد على سنوها رايا إن يكون جرتو أيدي خفية دعم قرصون وقال هذا مدو إي عدال إي قوة درسك إي قوة دروبسان أيدي بن دابيين أيا ذلك أيار المسلم كا أي إسكال لقل أي أما جو جيس أما دل لمديس وقيم لك بدل لي هاي أرنك أرن جروه دم بقانين هو سبب وحنا وقدرنا انت وحانو قبحي يفاتد ذلك كل علي أسبابتي كانتي أسبابك لإن الجيران بان رميسنا هاي لكن وحن اسلا يا هاي سد على ساقوه وي وحن تابنا يا بلد قرمي باللاغتي تاريخ نولاد أمدى صومالي أدب أدبرت هاي صومالي بشر كي لغيتها انتي بني آدم كجيري إيادنا واجرتي ماشا سينا كل أغني تبدأ الدباتات وحي باللاغتي حلقي قميستها او اي احايا مغلوب على امرهم تلا وحبك عن قجرين اي قالت دلدكتي تبادات قبال ليسي شنوك لقويسي وحواقكو على علي جرمي وحبك عن تندكو مجران حتى قالت نقدرك علاي قم لحبنا هدانو نقول لهاي تولدي عالم اينو يالا لهاي مركادات مسلم وتوصن بان نقول لهاي بانتا سانفتين انا اوشيك جرمي ألنا وشاجي جرني قال أمرك كعدي محابة عاي أمرك البلد باللابني زيوه هل مسأله بارز انتو سنايا وحوه يقول كي قال ودن كاني كتكتي والليحلن كي لسوه قاري وانكو بني ما قادر مي حل قاسي مسلم بينو هين بقول كي بقول محادي دي إنا إنو الدين تاني كودا قنو إنا إنو ربي قان فمينو رعنو إنا إنو رسولك إني أوه قانسنو إنا إنو الدين تاني قادرنو تام حديدي لبعت الله لنايو معرفة من تفسيني وعلاقا يا باحل قادت أغا باوري ما انتجوغا حتى قوبر نما ذي هلقن كي مالك قوبر نما لرادين أيي نمان كي قوبر نما داس أبال كيدي الله لها لكن الله كهان بيستي إلا قد اللي أرنجري وحبرت باوري كنو قربان وغور قبان نولو وحلي دو اللغة شاكين كلو هنگا نفتا إذا إذن الله هذا الآية باكوين أمركين الدولة لقلني كهربان قانقار وحانا لغا يابا قابتا إن إدادي قهر لشي جوغا كلك ووح موقان هايون داري مركين قبان مذي قادرني أيا وحا ليري والا مدح بنانا دي برلمان هلا دورت داد او ديالا او دادوينها مثيلة او مسؤول كالنغضة وعلى دورتي بقول لفاتني يسد حنين دورتي لدورنا ايي سيدي الله دورتي خيال والبقل كي اللي يرى اما الدقمة والبا نين اذن مثيلة سو دورت مالك نين كي اللي قوض هذا لا يوحى الورنجري ورهب البافي عنو اخيار الناس ما دورنا ورهب الوارهر لله ومسكين شكو حلا ما قيب سنكرو وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك نقول إيا اللواتين إيا سدحنين أو وضا دوفار دوفار للايا دم بيقين لوقا اللايارك دوفار رضي إسو تاقا برلمان بين نقدان واي فريستان وعلا يري هدينو قبني ما قادان لي لباكينو يا الله تدك أن مسلم وإيام الدين تا إسلامك بينو قادان مسيح إسلام محلو لقا يا ما إنان أراجع قانون بانو سميسان بقول يا اللواتر يا سد علي دوفر ما حيره لما الشيخ اللي يقانون معروفه ياتي وردين تاعي انه قادن صدمي انا ويسك امست انت كلا وحيره وانا انه قادن اوضاع بشري دين ما هي قانون هلا سميو ودك دستور هلا سميو اغلبيه دي محل باطي مركا ان دستور لا سميو مركا هلكاس قفك اللي قال حوكي شارك الله لقيت تجي رسول بقى لقيت تجي دين بقى لقيت تجي
قالنا على قاتي وحمرك اللوس وجدبيي شكدي تدوينها صناديق ما نلاك هنا ولا وين نقرن اينين أننا صناديق يوركا كوجيري بينو صعبكو أقبلي إنك تدوينها صبح سامرك بين لجوروري إيطالياني إيا إنجليز إيا فرنسا إيا قال لجوروري بل ليري وحاولنا كلاس مي بقول إيا طبعا إيا أفر مادو قانون ككوما وحد إذا بتهرب أنا وحاتير الله قال لي القرآن ما يبقول كلي قال أما شنكم كلي قال هذا الرواد ما حي بنت ولا أكتب القرآن وبدل خياحن القرآن كسورة دي سوا ماذا بقول إيا طبعا إيا أفر سورة دو قانون كي جمهورية الصومالي واجه لقوس مايينه أنت ما دوها بقول يا طبعاً يا أفر قلبها وحكوا جري قال لا بأس به الإسلام دين الدولة وعلى يري الدولة ده إسلام كاو دين كاو يصدرنا وحكوا تالا قف كدين تربو قادن كرا سو اسمه دقي هذا الإسكور جلوه الإسلام دين الدولة هذه لقاتي وحكسور جل معلوم فلايا هذا يسرون تاي أو على قاتي دين الإسلام كأي تاي دوح شيء محل جربا دين تنقر ما يسود دكتي أفرية طبعاً بقول سنة كهر وحول بلا يدي بقى أو كافية هي لما تصل وقت حوجا شعبك هي هدي مد ولا ذا كجرو قوة ستخدير مسوحين لو سمينا يي عردي كوا مركز الناس وحربي سبحانه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار بردتك أرك إلى نعمة ديسي وإسلامك إلى إسلامك والنعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ملك النعمة دي ما اللي بدلي كفر ما اللي بدلي تدكين حرب أسماء للدجيين حل غاص إنك وبقلك وبقل مسلمة إننا أين دوفارا دوراني إيجينا إنتي دين تيكا تغير أي قانون قال الله كاني دورتين قورتا أزمدوا باللاباتي الله وحبدا إنو دلقاتي حلقا سياهي وامركا أي دباتنا باللاباتي وقورتا شريعة الإسلام كاللغا لقاقي أي ربي الرسول يدين لغا بحبحي أي وحاس لغوك أي بعد دباتنا باللاباتي إنتي كدن بيسي ويسيب بدنيس وحين سودا واتي قورت أي مسؤولين تدلك حكومتين بلحوهاي حراليستان حميه يقوم مسلم شاقنا بي أردت سودا واتي كلك قورت أي نباتدو باللاباتي وقورت أي نقب نقرني أي مدح بناناني أي بقول كيف بقول مسلم هاي أي دين تنين بدلي أولا بدلي الله بشري وحبني آدم دجيي حلي قاسي مصيبة باللاباتي وهي على بدن أو مقوي ماذا أو مصيبة حجية باجرة وحاكم لها حلي أن لا يرين وكل كي بلد فولان إيسي باوحا مدح دي تلك مركة حكومة إيسي باوحا يتري خقة إيا ناقة هو اسمي سلس إيا الربع إيا تمن ما انت كدي لشيقي ماي وآياتك قبضوا واجالة منكم واجالة قفكي قبضة جالة إيلا ندي قبوط الماما يسد أحسن على الحراية جالة إلا مليك قبضوا واجالة منكم واجالة لبضوا واسمي طيب وذا دا حضلي وحي إلا ذا القرآن كي وحالوها لذكر مثل حظ الأنثيين وليس الذكر كالأنثى كانت تحت عبدي ما كان لبضع له أمي مسلمين محلو دردلايا وحضرك ولقيت كبعين باحل لعي وحوية قميستيه إلى هايستي إيشانت قبل صومالي وقيبيي ومرحوني صومالي ذا ودري جري لكن كما ديشان كريم أما من يالي كريم كوان دلك ولا شيء عقل دامي انت تبن ولاد جد لروح رب الا توكتو تبكين اللي جاء بالرمال لتوغنا يا صبحا
قولك إن الواح لقوح الحيو باش تلقى قليو دبكينا قود داوضو دبا دادنا مظاهرات تاقير الله سمعيو إنجليزكو ما سمعي تليانيكو ما سمعي فرنسوهو ما سمعي حبشيدو ما سمعي وهو الدلي جلتي لكن انت الدقب لقوح الحيو تدوينها الله يارو سيدا اللو الدلاء يداوضو لما أوران جلين جري ماذا ما فضود هاي إن أي فضودي أي الله عارين قارين كرتب بان لبط تسال إذن سينا تسال وحاوية مركي ربي قال ونبي موسى صادري فرعون بان نبي موسى ويمد وحويه أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك وسلام على من اتبع الهدى أقسم موسى لن يمد وحوها فرعون لم يسلع حكومي بنو إسرائيل أهنا قرض موسى كل شيء يا قمتي أو فرعون كل شيء شركة كل لا تقمتي حكوسي دمبيان شركة بنو إسرائيل إيدي والنبي موسى كويري فرعون مركز ودك يسوع ياري والله هذا لي أدب النبي موسى وحق لي دك ماشي جوعينا ولا فرعون لعنه الله بيوسعبية خبي مركو أرن كان نوشي جايين وحويه ونادى فرعون في قومه طوفاني قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون عظمتي وسوارك ميسان نوين إن أنا هاي مركو اسمون بوني إركان اسكو شريري بوني أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين موسو شيقايا فرماني غافي على المسنينك كان حقيرا وركن أن عدين كريم فلولا ألقي علي أساورة من ذا حضور ربين أنيك إلى مرمو ما يساق الدقاق ذقبة حرقني واقع جلتا وحيا كعمها هي قوببك بابر لك شنجري نبي الله موسى بر مقبة فرعون وحباك قلم قلم لي حلقا حرقني جلتا فلولا ألقي علي أساورة من ذا أو جاء معه الملائكة المقترنين فبوحي فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فوضوا في صلي فرعون ذاتك إيقوا أرداله مركز ربي يري فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فرعون يا إنتي الرعضي ذاتك على الرعيين وحانا لو بابئي موسى درت حتى ما قال أكتي سوى حقيمي كله وحي رمي الرعا كسد الله بعد نواتي سورة ياسين مركا يوي مادين سد حنين وأي خير كي الله هدلا وأي دعوذ يدين تي وشاقا خير كنا أي دفرا بانين لحد حادية خير كاملها ننكي مركو لحد حادية وعلى الدلين ننك قرتي ننكي لدلين خير كي إلا هو بابئي مركا هدلا هذه قول الناس سورة ياسين حسطي من لوبا بيئي أما فرعون يا محكمة ديسي موسى الله بربوريي إنكو مركين وطبنتو أغنين محاضو ملينيس وحال حديث قدسية ربي كان كويري من عدا لي وليا فقد آذنته بالحرب حديث كما عليسي وحاول ولي أريق الله إبوحنا قفك أريق درتي كلوع اللوبا أسكا كيدعيو مرك الله الله يسكت إن كريم إما توين كواحسيب بوريه تاكمد بياه قال كي ويناي دليل كمد بياه إلا قال هذا لي كذا قيمة وقت هذا كريه إن كان لي كذا قيمة لاي مرك أنين وين أو كان يسوين كصعدة أو قالوا للمال قريم قسم يسوي لا ندري سومالي إنه قال أيه منك أهون قال بدي ما هدنا الذي لو ديكي سعوش كلام مريي ننكاس بابوركو ودن جيري عالم دبلوماسي باوصرنا ننكو ربوو تقي جيري مال لقا ألي جيري مجيري تدكي إن لقا مسؤولين تنو أهانا حقا بالكبع أيو سين جيري تبدأ ننكي والا ديلي وحيالها أرنت دادا جيري صومالي مركي ننكا اللي ديلي بالوغوك لك وننكا حونا قالك با صومالي أولان لوغو آري إذن حلقة المصيبة باللافتين وحلقة أسبابتي سودة الدجيين وأسبابتها
تبدأتي مصيبتي وسعوتي وحار أي أم اللامتي يضو إن بدن سوى سعوتي مركا حين لقيت بلد أموري لهيد لقاري وحال لا يسوق بتيد دوينة هي دولة فواحد دوني ذا كدعا معارضة واحد ليلة لكن معارضة ودد دوينها دولة دا عارضة يوم أصول بيلاد أصول كذا واحد ويا وحنا قد حي الله بدينا أنا قعدت أقول هيا سألوا ما أمو ليس سفي عن ماها وأين أنا قد بديل كينا ذرا ورنيا وسألوا ما أمو ليس ما فيعنا أسألوا ما أمو ليس سيدة أنا كفيعا مركا معارضة غوغائية كل صندوق للنمو إن عقل هو ني بالا يسوك عي طبعا دولة دي جيرتي وادونتي بديل لما هينين كل مركي هورا وحلقو بلابتي شعبية دولة هي حكم هي معارضة وارتي كقدوبتين قبيل بيسو بدش قبيل كي مركي اللي يسكوه القفي ويسكى بدشي قبيل وحي تمد موريان هي سعاليك هي بجيث هي ديدي هي وحسكو مفريال بيقى عمت وتقشي طبعا تينا ويقصوا قدوبتي اغتيال قفك قوري قال لك ربحه أما جد اللي يسو تاقو أي سومرتي مراحل كاكل الدوام بين مصيبة يضع إسلام مصيبة مربا مقع بحين أي شيء أي سومرتي حقابي ما أنت جوكتا مصيبة ما أنت وحي جوكتا إن قوسكي يرأي الصومالية قعالك هالا قبل لي المريس مقع يالك هذا مغمقشات اللاندي يا وحا كل ما لا بيد بلدي تمد كل كائن صومالي انت سو قبل لك ديكو دابا دهنا وحا كل ولا ما هي مركا لا قبل ليو او لو قيبيو اما شان اما لي قيبوت تبا دهنا دد نقو وهي سيدات سنه بي ما دخل لا غشاي 12 شهر با لو قبتي حلوا لا وايي كل كا وحي وحي نقدين وحن وحبا هاي كل كان تلا قيديو لك لغوغيو تمدد ما ايتوبيا لو ديبا ما سوى لو ديبا تلياني ما سوى لو ديبا مصر او صدح قلوع العلوس ما كلا وضتا ايتوبيا اسرائيل يا امريكا وضتا ان يغا غانتود لو غلو او وجود كا اسلاميغا اي قبل كا كجيرا با لو بابينا يا ميشا جامعه الدول العربيه مصر بي رشحدي إلى سومالي مركا كدب كرمشتو أي كونتاروشو ميدو غيرومنا ودا تلياني بايري أنا غيرك وحلا كل كهدر قيب قيبين إيا قبل قبلين إيا الدب إن قميش اللوغو نغضو بي هدر مريس وقو دنبايشتي فما حلوها مصيبة دي هدين وغاني أسباب تهدي مراحل كذا إيا ماشا إيمان تمريسو حل معها حل كل من به المتكلية توي وهو الإسلام إسلام كحلا أسباب تسوسعة أولا إسلامك ووحي سماي وعرك كيمي أو ضعب شريع ما إلهي الدنيا أومي يددك أومينا وحما صلاحا يددك كي يقانا مجل وحرب يري سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون مثل واحد الكرماها إله أنتم نلك أومي إركنا أومي مخلوقاتك يا بشر كأومي دن إنه ربها أوضع واحد الكرماها الرب مركو دريد أومي رسول بو صديري كتبنا واسود جيي كتبت وحاقو غرن وعلى وحي دري مصلحة وعلى كتبت كدي جيسا وعلى وحي دباتة آخرة إيبات دباتة الدولة با كتبت كدي جيسا إذن إسلامكم مرها دنيا هي سمد وحكيم ورب العالمين وسودجيي إسرا حلا والنقطة كوبا نقطة اللبادنا وحاو خيرك الصومالي اللي ياسيو ديهين إسلام كاسي رميسيهين من آسيا يا من آسيا هين با إسلام كوحو حكا غبا واقي لدغنا مجرين إذن والنقطة اتفاق نقطة اتفاق معنى هذه وحاو وقضب الله يسكر عسنيها كلك قضب الله يسكر عسنيها أي حلو نقوك ردبات ذا جيرتا تنسد أحد وحوه إسلامك هلا لو تجابيين
وقتكي النبي عليه الصلاة والسلام إيا خلفاء راشدين كدن بيسي مدى إسلام كاللغو لغمايي مدى إسلام كاللغو لغمايي أيا التي جابيي دوني دو دن قول قالتي قولك تجاب الله بعد أمبعنا واتجاب سيئة خير مدينة مركي نوقا لنو تصال إيا بقلي اللي ما تنسنو الله بان نبي قويمت إسلام كينا أي قاتل ولا علي النقدين لما تدي هالكاسي وهالتي وصدق الله في قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سامو رب وهو الشيكتين إذن حلك وإسلام كرية مرهدو يهي وحربي دجيي مرهدو هنا لو تجابيي وسن تجابك لو بحني حطور نقطة اتفاقية وعلى وحي تلا إلا سوق هذا إن إسلام كاهين ومدو ما يقيب سمي لكن إسلام مركي اللي يرى ومدو ما قيب سمي يسوم إنتي وقوان ترسلها قف عاسيا هي قف عابدة لبضبة إذا حركينا وإسلامك كلك أزمة الصومال لفاتذا ذلك كود علي محاكيني قرمي باللابتي يدو مقع إذا مصيبيه إنتي قرمي إسقديسي حقيبي مريسا محا حرب إنت يا كسو جيريين وقتك أي قد ماذا أقول ما تسمعون وشكر الله حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.